بسم الله الرحمن الرحيم. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مشاهدي الكرام السلام عليكم، أحييكم أحبتي أينما كنتم، معكم حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الموقف. أذكر أحبتي في أنه يوم السبت القادم بعونه تعالى سوف يكون بث البرنامج في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وإن شاء الله نكون متابعين لنا في برنامج الموقف الذي يبث إليكم من على شاشة قناة أصيل الفضائية. تحدثنا في الحلقتين السابقتين إن أولى الأسباب التي أدت إلى انتشار وضع الحديث هو السياسة الأموية، وسنشير أيضا إلى أن أكثر الروايات التي تحدثت عن فضل الصحابة كانت من الروايات الموضوعة. نتحدث عن بعض الصحابة وليس كل الصحابة، وهناك أيضا من الصحابة من اشترك ودعم هذا المشروع الأموي في وضع هذه الأحاديث الملفقة والأحاديث الكاذبة التي وردت بقولهم على لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وللأسف الشديد هذا الأمر قد وقع فيه الكثير من المحدثين وانزلقوا في كون ما يعرف بعدالة الصحابة أجمعين، وأيضا ذهبوا إلى توثيق الكثير من التابعين ونسوا أو تناسوا العلاقة التي كانت بينهم وبين معاوية وبني أمية بشكل عام، وهم هؤلاء الذين كانوا يتقاتلون على موائدهم وكانوا يكنون العداء لعلي عليه السلام. إذن أحبتي لازلنا نتحدث بموضوع المحدثون والتأثر بالمنهج الأموي. أستعرض هذا الموضوع مرة أخرى مع ضيوفي الكرام، ورحب بهم عبر الإسكايب بدءا معي فضيلة الشيخ عبد العزيز الشريف الداعي الإسلامي من السعودية، وأيضا فضيلة الشيخ محمد الزعبي من لبنان باحث في قضايا الفكر والوحدة الإسلامية، وأيضا معي من العراق سماحة الشيخ لؤي المنصوري الباحث الإسلامي. تحية لكم جميعا ضيوفي الكرام، وأبدأ معكم فضيلة الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ، قبل أن أبدأ وأطرح سؤال حلقة اليوم، أذكركم بما قاله ضيوفي في حلقة يوم أمس وحتى في الحلقات الماضية، عندما تريدون فضيلة الشيخ أن تردون حديث أو تستدلون بحديث ما، يجب أن يكون من خلال المصادر الإسلامية المعتبرة. نتحدث عن مصادر أهل السنة والجماعة ولا نتحدث عن مصادر الشيعة، ولذلك يجب أن يكون الجواب في الرد أو التأييد يكون من خلال هذه المصادر وليس كما ذكر ضيوفي الكرام من خلال المواقع الإلكترونية. فضيلة الشيخ، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله قد حذر من بعض الطلقاء. السؤال هنا، كيف سيحصل أو كيف سيصل إلينا تحذير النبي صلى الله عليه وآله والمحدثون قد قطعوا عليه الطريق حتى لا تذكر مثالب لبعض الطلقاء؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين وصحابته الميامين ومن سار على نهجهم وسلم تسليما كثيرا. بداية أحييك أخي وحبيبي الأستاذ حسين، حياكم الله فضيلة الشيخ، وأحيي ضيوفك الكرام، وأقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا بالنسبة عندما نرد حديثا، نعم، قضية أننا نعود إلى المواقع أو كذا، هذه قضية تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى إثبات، أو هذا أولا. ثانيا، الإنسان إذا أراد أن يبحث عن حديث أو يبحث عن مصدر فإنه يعود إلى أمهات الكتب، وهذا يسمى بحث، والبحث مكفول للجميع. والأمر الآخر أن لما أتهم شخص بتهمة، هذه التهمة سيسأل عنها يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في أخيه ما ليس فيه ليشينه حبسه الله في جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال. وأنا سأترك هذه التهمة
بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة سنقف بين طيب يديه عز وجل. طيب فضيلة الشيخ، نقطع الطريق على هذه التهمة كما أشرتم على، أو هذه التهم كما سميتموها، من خلال ذكر المصادر التي تتحدث أو تؤيد أو ترد الأحاديث التي تستعرضموها. أنا إذا استعرضت شيئا آتيك بمن ضعفه وبمن قال أنه ضعيف جيد جيد وبمن جيد تكلم فيه. إذا متفقون فضيلة الشيخ، متفقون. أما قضية نعم أستاذ حسين الاتهام، أنا إن شاء الله لن أتهم أحدا ولن أدخل في نية أحد. نعم وكلمة إن فلان يبحث في المواقع وكذا، هذه تحتاج إلى بينة، تحتاج إلى إثبات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن هذا كلام يحتاج إلى إثبات، فإذا لم يكن هناك إثبات فيوم القيامة الله سبحانه وتعالى سيحكم بين عباده. طيب نعم فضيلة الشيخ، الفكرة وضحت، شكرا جزيلا، الفكرة وضحت. ونعود للسؤال الذي طرحته، جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال إن كان صحيحا أو كذاب. تمام تمام. أما ما سألت عنه بارك الله فيك، فالطلقاء هم الذين من عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة. والطلقاء فئة من المسلمين أسلموا يوم فتح مكة. نعم. والطلقاء حسن إسلامهم كما ثبت عند أهل العلم. وأيضا الطلقاء هؤلاء جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانضموا تحت لواء الإسلام، ونصر الله بهم الإسلام. وفي غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم تألفهم وأعطاهم من الغنائم، بل إنه ترك المهاجرين والأنصار وأعطى هؤلاء الطلقاء تأليفا لهم، وأيضا لأنهم يعني لا يزالون حديث عهد يعني إسلامهم قريب يعني، فالنبي كان يتألفهم صلى الله عليه وآله وسلم. أهم قضية أنهم يمنعون الرواية. الآن الرواية وصلت إلينا، وصلت إلينا بأسانيد، ووصلت إلينا بالتدوينات، ووصلت إلينا بأشياء كثيرة جدا. فيأتي من يأتي ويقول أن الطلقاء حالوا بين الرواية وبين الحديث وبين الوصول إليه، بل أنهم تسببوا في أنهم يعني أخفوا مناقب آل البيت، أو أخفوا مناقب الإمام علي عليه السلام، أو مناقب الحسن والحسين. نقول لهم هذه تحتاج إلى إثبات، والإثبات أننا نثبت أن هذه الفضائل والمناقب وصلت وانتشرت ولا تزال في أمهات الكتب. إن ابني هذا سيد، يعني الحسن عليه السلام، وأيضا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ عذرا، أنا لم أتحدث عن فضائل أهل البيت، أنا تحديدا سألت عن أن النبي قد حذر من بعض الطلقاء، وهناك من المحدثون من أغلق الطريق أمام النبي صلى الله عليه وآله. السؤال هو كان كيف يصل لنا هذا التحذير عندما لا نذكر مثالب لهؤلاء الطلقاء، لا تحدث عن أهل البيت. طيب بالنسبة للمثالب نحن تكلمنا عن المثالب، نقول بارك الله فيك متى ما ثبتت بحديث صحيح مستند أخذنا به. أما تأتيني بحديث محتمل يحتمل إما الضعف، يحتمل إما الوضع، يحتمل إما النكارة، يحتمل إما فيه ناس مجاهيل أو يروونه مجاهيل، أو يروونه ممن يغرضون العدى لبني أمية فيؤلفون أحاديث ويؤلفون مجرد كلمات عن هؤلاء الطلقاء ويصفونهم بأوصاف بذيئة، ويأتون بأحاديث يروونها ويقولون الطلقاء كذا وكذا. نقول بيننا وبينكم الإسناد، النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يحذر من مسلم يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أن هذا فيه كذا. النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الناس بالظاهر، ولكن القرآن الكريم فضيلة الشيخ، القرآن الكريم تحدث عن المنافقون. المنافقون هم من أسلموا، من نطقوا الشهادتين، ولا من هم المنافقون؟ لكن كيف لا يتحدث النبي عن بعض المسلمين؟ القرآن يتحدث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامل الناس بالظاهر ويكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يؤمر بأن يفتش عن قلوب الناس، وأيضا لم يؤمر بأن يقتل أصحابه، حتى أن المنافقين الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل قال عمر يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا، حتى لا يتكلم الناس أن محمد يقتل أصحابه. فكيف يأتي وننزل هذه الأشياء وهذه الأحاديث على طلقاء أسلموا والنبي يقول لهم
اذهبوا فأنتم الطلقاء إن صحت الرواية. إن صحت ومع الرواية، هذا نعم، أيضا تشكك في هذه الرواية فضيلة الشيخ. ومع هذا يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يتألفهم صلى الله عليه وسلم ويعطيهم من الغنائم، وأيضا يولي أبا سفيان ويجعله يجاهد في سبيل الله في غزوة الطائف وفي الحنين وفي غيرها، ثم يأتي ويأخذ معاوية ويجعله كاتبا للوحي على قول أن معاوية من الطلقاء، مع أن معاوية ليس من طيب الطلقاء. يعني فضيلة الشيخ، من خلال ما ذكرتموه يعني يتبين من حديثكم بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يحذر من بعض الطلقاء. النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحذر من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله ثم يستعمله؟ طيب ماذا نفعل في هذه الروايات الصحيحة الموجود وفي كتب معتبرة تحذر تحذير النبي صلى الله عليه وآله من أن هناك من يغير سنته، هنالك من يعني يسلك طريق غير الطريق الذي جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كيف لنا أن نرد كل هذه الروايات الصحيحة؟ نحن تكلمنا عن هذه الأحاديث ولا نريد أن نعيدها، وبينا أنها غير صحيحة، وقوله يغير سنتي معناها يعني قضية الحكم، وما الحكم يعني ولي العهد ولاية العهد وغير ذلك. أما أن معاوية الصحابي الجليل الفقيه المؤمن الصحابي يبدل سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يروي عن رسول الله الأحاديث ويفهم القرآن ويفهم السنة ويعمل بها، ثم يقول بدل سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا محال أن يحصل من معاوية عليه، معاوية بن أبي سفيان الذي أسلم وحسن إسلامه وانضم إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الله زكاه، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فمعاوية داخل في هذه الآية دخولا أوليا، فهو ممن أسلم وحسن إسلامه وأنفق بعد الفتح وقاتل في سبيل الله، فوعده الله الحسنى. وأيضا هذه المسائل التي جاءت التحذير من الطلقاء والتحذير خاصة من أشخاص معينين كمعاوية ويزيد ومروان بن الحكم والحكم بن العاص وغيره، نقول ثبتوا العرش ثم انقشوا. لا بد إذا أردنا أن نروي رواية عن هؤلاء الطلقاء لا بد أن نأتي بمن رواها وأن نفتها واحدة واحدة. جيد، شكرا فضيلة الشيخ. أذهب إلى سماحة الشيخ لؤي المنصوري. سماحة الشيخ، نماذج لو سمحتم نستعرض بعض النماذج من النواصب الذين صححوا لهم إن لم يكن لديك رد على الشيخ عبد العزيز، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. خير ما نبدأ به الكلام حبيبي المصطفى، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد يا كريم يا رب العالمين. جناب الشيخ عبد العزيز خطب خطبة عصماء ولم يأتي بدليل على أي كلمة قالها. نعم، كلمة واحدة صدق فيها أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطى الطلقاء من الأموال، صدقت، لكن هل هذا يدل على المقدمة التي ذكرتها لنا من أن الطلقاء أسلموا وحسن إسلامهم ودخل الإيمان في قلوبهم؟ هذا لم يقله غيرك أنت، وألا فالمحدثين والمؤرخين لم يقولوا بذلك، هذه دعاوى لم تأتي لها بشاهد، لأنه الكلام كلام المحدثين والفقهاء خلاف ما تقول. يلا افتح لي بالله، افتح المبسوط بالسرخسي الجزء الثالث صفحة 9. وأما المؤلف قلوبهم فكانوا قوما من رؤساء العرب كأبي سفيان ابن حرب وصفوان بن أمية وعيينة ابن حص، وكان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وآله بفرض الله سهما من الصدقة يؤلفهم به على الإسلام. هو سهم المؤلف يؤلفهم على الإسلام، يعني ماذا؟ فقيلة. هذا ترى الإمام السرخسي يقول، ولست أنا وليس فقيها شيعيا، فقيلة كانوا قد أسلموا
وقيل كانوا قد وعدوا أن يسلموا، أما جنابك أتيت وقطعت بإسلامهم بل قطعت بإيمانهم، مع أن الفقهاء والمحدثين يقولون أولا هو فرض لتأليفهم وتأليف قلوبهم إلى الإسلام، هذا أول شيء. ثاني شيء، لم يعلم أنهم أسلموا، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعطيهم من الأموال كي يتألفهم، كي يجذبهم إلى الدين، لم يعلم أنهم أسلموا. ورواية عمار صحيحة، رواية عمار صحيحة، يعني سماحة قال الشيخ والله المنصوري، عذرا للمقاطعة هنا فضيلة الشيخ عبد العزيز، حتى أنه خالف القرآن، لم يخالف فقط الروايات التي وردت بذم هؤلاء، خالف حتى نص القرآن الكريم. نعم نص القرآن، لكن لم أتي به، لم أتي بالآية القرآنية، جئته بكلام فقيه نعم صريح، إذ لم يقل أحد بأن هؤلاء أسلموا أو أنه حسن إسلامهم. نعم شوف جناب المقدم وجناب الشيخ عبد العزيز، هذه نقطة مهمة، أن الآية القرآنية صرحت بأنه ومن أهل المدينة مرضوا على على النفاق، النفاق. ومن نعم حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، وكذلك حول المؤلفة قلوبهم، صرحت الآيات القرآنية. لكن بمجرد رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم وآله، ذاب النفاق داخل المدينة، وأصبح الطلقاء من أحسن الناس إسلاما، وكأن المانع من دخول الإيمان إلى قلوب المنافقين نعم ومن حسن إسلام الطلقاء وجود النبي الأكرم صلى الله عليه صلى وآله الله وسلم. عليه وهذه وآله. من طامة الدوام، لأن القرآن يصرح أن من أهل المدينة منافقون لا يعلمهم حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الآن إذا سألتهم من هو المنافق، لا يأتيك إلا بعبد الله بن أبي ابن أبي سلول، غير ما يذكرون، مع أن القرآن يصرح لا تعلمهم نحن نعلمهم. ثم إلى ابن أبي سلول هو منافق ومعه كم أحد، مع أن القرآن يصرح بأن هناك عدة كبيرة من أهل المدينة منافقون. كذلك الشواهد التاريخية والروايات والنقودات تصرح بأن هؤلاء لم يدخل الإيمان في قلوبهم، وإنما أسلموا تحت طائلة السيف، إن ملك ابن أخيك كبير عظيم، هذا كلام أبي سفيان وهذا كلام الفقهاء. نعم هذه النابتة الأموية التي أسسها معاوية الملك العاص الأول أدخل نفسه تحت هذه الطائلة، تحت هذا الدين الذي صنعه موازيا للدين الإسلامي، وهو أنه جعل نفسه من الصحابة، جعل نفسه كاتب الوحي، جعل نفسه من المؤمنين الأوائل، لذلك هم حتى أرادوا الترقيع له أن هذا الشخص أسلم قبل فتح مكة، مع أنه ليس كذلك. كل هذه الأمور صنعت على يد المحدثين الأمويين. يعني الزهري شنو شغله؟ ما هو عمل الزهري؟ ما هو عروة بن الزبير؟ ما هو عمله؟ أبو هريرة ما هو عمله؟ وهكذا المسور ابن مخرم ما هو عمله؟ عملهم هو تحسين صورة هؤلاء الطلقاء وإدخالهم داخل الواقع الإسلامي، وجعلهم من أفاضل الأمة، والتعليم والتغطية على أفاضل الصحابة، على الصحابة الأكارم. ولا نريد أن نرجع إلى الوراء، كيف تعامل معاوية ابن أبي سفيان مع الطبقة الأولى؟ قلنا يعني إذا أحصيت أن عدد الشهداء من الصحابة البدريين والرضوانيين ومن عموم الصحابة الذين استشهدوا على يد هؤلاء الطلقاء أكثر من عدد الصحابة الذين استشهدوا على يد مشركي مكة، وهذه طامة الطوارئ. أرادوا التغطية على ذلك لأنه كما قرأت الرواية البارحة، الرواية حينما قال قال بأن علي بن أبي طالب عليه السلام يقول انفروا إلى بقية الأحزاب الذين قالوا كذب الله ورسوله، وهذا سند صحيح، علي بن أبي طالب حينما ينادي بهذا النداء، يعني ماذا؟ يعني نحن نقاتل، نحن نستمر في هذه المعركة الذي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع هؤلاء الأحزاب، لكنهم كانوا تحت غطاء الشرك واليوم تحت غطاء الفئة الباغية، وإلا هم على نفس المسجد.
يأتي هؤلاء بدون دليل وبدون مستند، حولوا هؤلاء الطلقاء، هؤلاء الذين حذر منهم النبي، الذين انتزعوا على منبر النبي، الذين سفكوا دماء الأمة، حذر منهم النبي وجعلهم وجعلوه من الأتقياء، من الممثلين للدين، من حفظة. هذا هو المنهج الذي صنعه معاوية. وذكرنا سابقا أن معاوية كان يريد أن يحصل على الشرعية، حينما لم يجد شرعية من الصحابة من البدريين ومن الرضوانيين، قام وقضى عليهم إما قتلا وإما حرقا وإما سجنا، وبرز بديلا عنهم من الكذابين والوضاعين الذين ليس لهم ناقة ولا جمل ولا صحبة قديمة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا حينما يأتي بهذه الخطبة جناب الشيخ ويجعل من الطلقاء أشياء وقادة للدين وممثلين دين، هذه من باب الطوامع، مع أن القرآن يقول بأنه هذا السهم كي تؤلف قلوبهم يجذبوا إلى الإسلام، ولم يعلم أنهم دخلوا في الإسلام. وهذا لا نقوله نحن، بل يقوله عموم الفقهاء، فقهاء الطرف المقابل، المحدثين كذلك. ابن عباس يقول هؤلاء ليسوا بأولياء، بعضهم أولياء لبعض، إنما المؤمنون غيرهم، وهكذا. ما في عندي وقت أرجع سؤالكم لو نعم، أكمل يعني. لا شكرا سماحة الشيخ، انتقل للشيخ الزعبي إن كان يسمعني، وأعود لك بعد الفاصل إن شاء الله سماحة الشيخ المنصوري. فضيلة الشيخ الزعبي إن كنت تسمعني، فضيلة الشيخ، كنتم في حلقة يوم أمس تتحدثون عن مجرمين وفسقة ونواصب وثقوهم، وقد انزلق بنا الحديث وأخذ مساحة كبيرة في مسألة انتساب زياد لأبي سفيان والأمر الذي قام به معاوية. يا حبذا لو نكمل في هذا الموضوع فضيلة الشيخ، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل وعلى على محمد أصحابه وآل محمد. الذين اتبعوهم بإحسان، وعلى سائر من سار على صراط الله إلى يوم الدين. بداية اسمح لي أن أقف عند الآية التي ذكرها سماحة الشيخ عبد العزيز، وهي قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وجاهد وقاتل. الآية نعم، يعني وكلا وعد الله الحسنى. إذا قرأناها في سياقها سنجد أن الآيات قبلها تقول: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وأيضا يقول لهم: وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله، يعني كان هناك معاتبة لمن قصر في الإنفاق. ولذلك يعني ثم قال: لا يستوي منكم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، إلى آخره، إلى أن قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. الحسنى على الإنفاق والقتال لمن أنفق وقاتل، صحيح، وليس على الإطلاق. فلا يصح أن نقول أنه كلهم من كانوا قبل الفتح ومن كانوا بعد الفتح، لا، هذه الآية خاصة بهذا الإنفاق وبهذا القتال، فإذا أجرم وقتل مسلمين بعد ذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولكن هنا يتحدث عن الإنفاق والقتال في سبيل الله، والحقيقة أنه ما ثبت أن معاوية قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما ذهب إلى حنين وانهزم مع من انهزموا، وذهب إلى اليرموك، وأسندنا الرواية التي تقول بأنهم كانوا أبو سفيان ومعه من معه كانوا على تل يقولون: إيه بني الأصفر ويح بني الأصفر، إلى آخره. بالنسبة لي يعني ملحوظات، دعني أقول ملحوظات على طريقة المحدثين. مثلا إذا أتينا إلى الزهري يعد من كبار الشيوخ، وأحاديثه في معظم كتب الحديث وهي في الكتب الستة. نجد في طبقات ابن سعد، وفي سير أعلام النبلاء للذهب،
وفي تاريخ ابن عساكر يحدث الزهري عن نفسه فيقول: نشأت وأنا غلام لا مال لي مقطعا من الديوان، يعني ما عنده معاش، ما عنده مرتب. طبعا رواية طويلة جدا، ولذلك فقط سأتوقف عند موضع الشاهد. فيعرفه قبيصة ابن ذؤيب على عبد الملك ابن مروان، يعني باختصار. فدخل على عبد الملك وحدثه وأعجب عبد الملك به، ورأى أنه يمكن أن يستخدم، وحتى كان يقول فتاوي، فيقول عبد الملك: أرسلوها إلى كل الأمصار. فقلت: لا أجده أخلى منه الساعة، ولعلي لا أدخل بعد هذه المرة. يقول في نفسه: الآن هو متفرغ وقد لا أستطيع أن أدخل عليه. فقلت: إن رأى أمير المؤمنين أن يصل رحمي وأن يفرض لي فرائض أهل بيتي فإني رجل مقطع لا ديوان، فعل. يعني إذا رأى ذلك فعل ذلك. فأعطاه عبد الملك، يقول: وقد ريشني وجبرني بعد ذلك. طبعا أنا أختصر لأن الرواية طويلة. ثم يسأله عبد الملك: أين تحب أن يكون ديوانك، يعني معاشك مرتبك، أمع أمير المؤمنين ها هنا أم تأخذه ببلدك؟ قلت: يا أمير المؤمنين إنا معك، إلى آخره. وكان على، ثم أدخله عبد الملك في صحابته، في حرسه الخاص. وكان على عرض الصحابة، يقول الزهري: وكان على عرض الصحابة رجل فظ غليظ يعرض عرضا شديدا. قال: فتخلفت يوما أو يومين فجبهني جبها شديدا. عذرا قليلا، هذا لبنان، تحملونا. الصورة أضاءت أظن، أليس كذلك؟ نعم تفضل. نعم يصل الصوت. يتابع كلام الزهري الذي أنقله من سير أعلام النبلاء للذهبي، ومن ابن سعد، ومن تاريخ ابن عساكر. يتابع الزهري: كان على عرض الصحابة رجل فظ غليظ، تخلف يوما فجبهني جبها شديدا، يعني واجهه وأنبه ولامه وقرعه. فلم أعد لذلك التخلف، وكرهت أن أقول لقبيصة شيئا في أول ذلك، ولزمت عسكر عبد الملك، وكنت أدخل عليه كثيرا. قال: وتوفي عبد الملك بن مروان، فلزمت الوليد بن عبد الملك حتى توفي، ثم سليمان بن عبد الملك، وعمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك. فاستقضى يزيد بن عبد الملك على قضائه الزهري، إلى آخره. فإذا هذا الزهري. الذهبي يقول في كتابه بنت كل ما فيه وهو موثق، يقول: حجة إمام نيل منه لصحبة الدولة. أيضا هشام بن عروة يقول: ما حدث ابن شهاب عن أبي بحديث فيه طول إلا زاد فيه ونقص. وأيضا ابن عدي في الكامل يروي بإسناده عن ابن شهاب الزهري، قال: ليس بكذاب من درأ عن نفسه. فإذا هذا أول الخيط، إذا كان خائف ويريد أن يدفع عن نفسه فهذا لا يعد كذابا. بعدين أدى هشام في تذكرة الحفاظ للذهبي، أدى هشام عن الزهري 7000 دينار. وسأل هشام ابن عبد الملك الزهري أن يملي على بعض ولده شيئا، فأملى عليه 400 حديث. نجد مكحول كما في سير أعلام النبلاء للذهبي، يقول: زيد بن يحيى الدمشقي حدثنا علي بن حوشب عن مكحول، وذكر الزهري فقال: أي رجل هو، يعني ما أعظمه ما أعلمه، لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك. وطبعا يحدث أيضا في سير أعلام النبلاء للذهبي بإسنادي حتى لا نطيل. دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال: يا سليمان، طبعا هون بين قوسين، يعني لأنه سنجد للزهري قصة مماثلة. فقال: يا سليمان، من الذي تولى كبرى؟ سليمان بن يسار. قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت، هو علي. فدخل ابن شهاب فسأله هشام فقال: هو عبد الله بن أبي. قال: كذبت، هو علي. فقال: أنا لا أكذب، لا أبا لك، فوالله لو نادى مناد من السماء إن الله. طبعا هذا هو يرويه عن نفسه، فإذا كان من قبل كان عم يقول ليس بكذاب من درأ عن نفسه، إلى أن يقول عبد الله بن أبي:
قال فلم يزل القوم يغرون به، فقال له هشام ارحل، فوالله ما كان ينبغي أن لنا أن نحمل على مثلك. هذه العبارة مهمة، ارحل فوالله ما كان ينبغي لنا أن نحمل على مثلك. هذا موقف. إذا كانوا يحملون عليه، الشاهد هنا أنهم كانوا يحملون عليه. نجد في دلائل النبوة للبيهقي، يقول الزهري كنت عند الوليد بن عبد الملك فقال الذي تولى كبره منه علي، فقلت لا، فقال حدثني سعيد بن المسيب وعربة بن الزبير إلى آخره، كلهم سمع الذي تولى كبره عبد الله بن أبي. رواية الطبراني في معجمه الكبير في نفس القصة، فضرب بقضيبه السرير مرتين أو ثلاثا ثم قال فمن، حتى ردد ذلك مرارا. قلت سبحان الله، من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنهما سمعا عائشة كان مسيئا في أمر. إذا بعد أن ضرب بقضيبه صار لابد أن يأتي بشيء لعلي. نعم. عائشة قال له سمعا عائشة، أتى برواية أنهما سمعا عائشة كان مسيئا في أمري. في صحيح البخاري العبارة كان علي مسلما في شأنها فراجعوه فلم يرجع. طبعا كان أبلى عبد الوليد بن عبد الملك، قال له أبلغك أن عليا كان في من قذف عائشة؟ فإذا مجموع هذه الروايات يدل أنهم كانوا يوحون له بالرواية. قد لا يأتي بالرواية التي يريدون، أنه علي هو الذي تولى كبره فيسقط عليه الآية لأنه يسقط هو بها، ولكن يلف على المسألة ليقول كان علي مسيئا في أمر عائشة. ولذلك قال ابن حبان في المجروحين ولست أحفظ لمالك ولا للزهري فيما رويا من الحديث شيئا في مناقب علي عليه السلام أصلا. ونجد في قبول الأخبار ومعرفة الرجال لأبي القاسم البلخي أن الزهري قتل رجلا، طبعا الراوي أبو جعفر الخطمي، عمير بن يزيد صدوق من السادسة كما في تقريب التهذيب لابن حجر، أن الزهري قتل رجلا فحدثت بذلك ابن عيينة فقال إنما ولي الشعاب فغرز رجلا فمات. قال ولم يروي لعلي فضيلة قط وكان مروانيا. وطبعا في تاريخ دمشق لابن عساكر يروي بإسناده عن جعفر ابن إبراهيم الجعفري قال كنت عند الزهري أسمع منه فإذا عجوز قد وقفت عليه فقالت يا جعفري لا تكتب عنه فإنه مال إلى بني أمية وأخذ جوائزهم. فقلت من هذه؟ قال أختي رقية خرفت. قالت خرفت أنت، كتمت فضائل آل محمد صلى الله على محمد وعلى آله. فإذا هذه يعني هذا نموذج من كيف صنعت السلطة محدثين وكيف أصبح هؤلاء المحدثون يعني في الصف الأول. نعم. طبعا ما رواه الزبير بن بكار في الموفقيات يقول يعني رواية باختصار، إذا كان معي وقت أرويها. نعم. إذا ما معي وقت أختصر. نعم تفضل اذكر الرواية فضيلة الشيخ باختصار لو سمحت. نعم. باختصار ماشي. أبان ابن عثمان كان عامل كتاب في السيرة بعد أن طلبه منه سليمان ابن عبد الملك. نعم. فسليمان ابن عبد الملك حين قرأ الكتاب قال ما كنت أرى لهؤلاء القوم هذا الخط، طبعا يقصد أهل البيت عليهم السلام، فإما أن يكون أهل بيتي غمصوا عليهم وإما أن يكونوا ليس هكذا. إما أنك مخطئ يا أبان ابن عثمان، طبعا أبان ابن عثمان بعده الآن على الفطرة لم تخالطه بعد سياسة بني أمية. نعم. كتب الكتاب كما سمعه، فإما أن يكون أهل بيتي يعني الأمويين غمصوا عليهم وإما أن يكونوا ليسوا هكذا. فقال له عثمان لا يمنعنا ما صنعوا بالشهيد، أبان ابن عثمان يعني، ما صنعوا بالشهيد المظلوم من خزلانه، إن القول بالحق هم على ما وصفنا لك في كتابنا. فطبعا سليمان لم يجرؤ أن ينشر الكتاب، كان يريد أن ينشره، قال لابد أن نطلع عليه عبد الملك. فقال عبد الملك وما حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل تعرف أهل الشام أمورا لا نريد أن يعرفوها. إذن هناك تحكم في الرواية منذ بديها. نعم. يعني أبان ابن عثمان ابن عثمان ابن عفان الصحابي، يعني بعدنا في الجيل الأول.
فإذا هنا عبد الملك منع إصدار هذا الكتاب وطردهم وإلى آخره. نعم. فهذه كانت يعني من البداية. نعم. من بداية الرواية. نعم. كان تدخل السلطة بهذا الشكل. يعني نعم. فضيلة الشيخ، هذا يدل على شيء، إنما يدل على قوة الماكنة الإعلامية لبني أمية في تلك الفترة، وهذا خير الدليل، أو قد يكون هذا أحد الأدلة على وجود هذه الماكنة الإعلامية. أذهب لفاصل الأول. رقابة السلطة على الكتب. نعم. نعم نعم صحيح. أذهب إلى فاصل مشاهدينا وأعود بعد الفاصل. قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام مخاطبا أصحاب عمر بن سعد: ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار في الجنة عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ إلى أن قال عليه السلام: لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد. تحية لكم مشاهدين الكرام، أحييكم في القسم الثاني وأحيي ضيوفي الكرام. من الطبيعة دائما ما أؤكد على هذه المسألة مشاهدينا، عندما نجد حالة انتشار الأحاديث الموضوعة والأحاديث المكذوبة على لسان النبي صلى الله عليه وآله، من الطبيعة أن نجد مثل هذه الأحاديث منتشرة في الساحة الإسلامية، لأنهم عمدوا إلى تغييب رواية النبي صلى الله عليه وآله، ومن ثم منع السنة النبوية، وبالتالي كل يدعي وصلا بليلة، والكل يكتب على هوى السلطة بما تشتهي وبما تريد. قبل أن أنضم إلى ضيوفي الكرام، معي مداخلة من الدكتور أحمد من لندن. دكتور، السلام عليكم، حياكم الله. بركاته، تحياتي إليكم. حياكم الله، أهلا وسهلا دكتور. ضيوفك الكرام، شكرا جزيلا. حياكم الله. إلى سماحة الشيخ عبد العزيز. نعم. اتفقنا في الحلقة الماضية أنت قلت أن حديث محاولة انتحار النبي محمد صلى الله عليه وآله. نعم. هذا الحديث الكارثة قلت أنه حديث مكذوب. نعم. نمرة واحد. نمرة اثنين، قلت أن الزهري كان كذاب هنا، وقلت هو من بلاغات الزهري وليس موصولا. نعم. نمرة ثلاثة، السماحة الشيخ الزعبي شرح عن الزهري. الزهري ولد من سنة 50، مات 124. نعم. ولد وعاش ومات في عصر الدولة الأموية. فإذا كان يكذب في حديث كارثة كهذا، فلماذا لم تحاكمه بني أمية؟ لماذا لم يمنعوه من الحديث؟ لماذا لم يقطعوا رأسه مثل ما فعلوا مع عمار بن ياسر وحجر بن عدي وعمرو بن حمق الخزاعي؟ نعم. لماذا لم تمنعه بني أمية ومعاوية بن أبي سفيان التي تتحدث عنه سماحة الشيخ عبد العزيز؟ شكرا. لماذا سمح لهم؟ نعم. أن يكمل أيضا عبد الرزاق الصنعاني يروي هذا الحديث. نعم. وعاش في عصر الدولة الأموية. معمر بن راشد أيضا عاش في عصر الدولة الأموية يروي هذا الحديث. ثم جاء البخاري سنة 194 ونقل الأحاديث عن كثير من الرواة، وبالتالي البخاري هنا رجل ينقل الكذب، ويصبح علم الجرح والتعديل يحتاج إلى جرح وتعديل. نعم. وأزيدك من الشعر أبياتا: هناك من العلماء من قال عكس ما قلت يا سماحة الشيخ. أبو بكر الإسماعيلي تلميذ البخاري
دافع عن الحديث، ابن حجر العسقلاني دافع عن هذا الحديث. رد علينا يا سماحة الشيخ عبد العزيز. شكرا جزيلا محمد دكتور. صلى الله عليه وسلم حول الانتحار. الله أشكركم وبارك الله فيكم. حياكم الله. شكرا جزيلا دكتور أحمد من لندن كان معنا في هذه المداخلة. شكرا لكم دكتور. فضيلة الشيخ عبد العزيز، هنالك ورد سؤالان من أحد الأخوة المشاهدين، يقول إذا كان زياد هو من ادعى النسب إلى أبي سفيان، لماذا لم يردحه معاوية وهو الراوي لحديث الولد للفراش كما يقول الشيخ أبو عائشة، وفتى ببطلان فعله، أليس هو الفقيه كما يقول الشيخ؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني، لماذا جعل النبي صلى الله عليه وآله حب علي إيمان وبغضه نفاق إن كان لا يوجد منافقون بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ ماذا تقول في عجالة فضيلة الشيخ؟ أولا أقول الحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة لإسلام الطلقاء فهم أسلموا وحسن إسلامهم، وقد استعملهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقاتلوا مع خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستمروا على ذلك حتى أتاهم اليوم. قال لك الشيخ الزعبي لم يذكر التاريخ بأن معاوية قد شارك في حنين أو في تبوك، وقاتل في حنين وقاتل في غزوة الطائف، من الذين انهزموا فضيلة الشيخ. وكذلك أبو سفيان قاتل مع النبي أيضا صلى من الله الذين وسلم. هزموا، لم يبقى مع النبي إلا تسعة، لم يبقى مع النبي إلا تسعة أشخاص من بني هاشم. يعني بقي أن هؤلاء الطلقاء استعملهم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأمصار، فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل مثلاً هؤلاء؟ مثلا استعمل من هؤلاء الطلقاء؟ استعمل من هؤلاء الطلقاء؟ استعمل أبو سفيان على نجران وكان واليا على نجران. هذه يعني أحاديث موجودة يذكرها المؤرخون. وكذلك معاوية حسن إسلامه وأصبح يعني من المقربين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمقربين من أبو بكر وعمر، عمر يوليه ولم يعزله كما عزل سعد بن أبي وقاص وعزل عمير بن سعد وغيرهم، وأبقى معاوية على ما هو عليه ولم يعزله. وتعرف أن عمر لم تكن سلطة للخليفة الثاني على معاوية في تلك الفترة فضيلة الشيخ، لم تكن له سلطة كاملة. أصبح خليفة وأبقاه ولم يعزله، وبقي حتى مات عثمان عمر. فهذا يدلك على أن معاوية حسن إسلامه من الصحابة. أيضا الحملة التي شنها سماحة الشيخ على الزعبي على الإمام الزهري وأنه من العلماء السلاطين، سبحان الله. يعني الإمام الزهري الذي هو من المحدثين والذين يعني العلماء أثنوا عليه وبينوا مكانته، يعني في حلقة يوم أمس تقول كما يقول دكتور أحمد قلتم فضل الشيخ أنه من الكذابين، وهذه من بلاغات الزهري. الزهري يقول عنه يعني أصح الأسانيد هي أسانيد الزهري. والزهري ويعني قوله أنه من علماء السلاطين هذا لا يستقيم. وأيضا حتى لو كان من أنه يعني مع عبد الملك بن مروان وغيره من الخلفاء، فلا يعني أن الإمام الزهري من أئمة السلاطين. وهذا فهم شاذ والله المستعان. فكان من باب أولى على من عنده يعني عداوة لهذا العالم الجليل أن تعرف أين أورد النص في مصطلح الحديث وفي أجود الأسانيد، وأجوده رواية الزهري عن بعض أهل البيت. الزهري يروي عن بعض أهل البيت، فأين النصب وأين العداوة؟ وكل ما يقال عن الزهري كذب وافتراء. جيد، وكما قيل جيد، الزهري جيد المفترى عليه. طيب فضيلة الشيخ عبد الزعبي، عفوا، ما هو ردك على الشيخ عبد العزيز فيما ذكره فيما يخص الزهري؟ الإمام الزهري، نعم الإمام الزهري المفترى عليه. لا أنا وجهت السؤال للشيخ الزعبي، فضيلة الشيخ الزعبي كنت تسمعني؟ نعم. ما هو ردك على الشيخ عبد العزيز فيما يخص الزهري؟ دائم التهور والتسرع. يعني ما أنا قلت بأنه كان من علماء السلاطين، الذهبي قال نيل منه لصحبة الدولة. أيضا من قال يعني ذكرت لك العلماء قالوا مكحول عفوا كنت نسيت اسمه، مكحول قال أي رجل هو لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك؟ هل مكحول متعمد؟ هل مكحول ليس بثقة؟ هل تضعف مكحول؟ هل الإمام الذهبي متحامل على
الزهري وعلى بني أمية، هم من قالوا بأنه كان من أصحاب الملوك وأخته تكلمت عنه. فهؤلاء العلماء هم الذين قالوا، ما أنا قلت، أنا ما فعلت إلا أنني نقلت ما قالوا فيه. طيب ما نعم استمعت فضيلة الشيخ عبد العزيز. هذا الكلام ما يرويه إلا مغرض وحاقد على الإمام وردت الذهبي يا فضيلة الشيخ. مكحول مغرض وحاقد الذهبي، يعني قد جانب الصواب في هذا الباب، ويعني تعرف لكن ليس مغرض، أنا المغرض وهو يجانب الصواب، دعني أجانب الصواب مثله. أيضا ابن عبد الحديد هو الذي قال في الزهري ما قال، وتعرف أنت ابن عبد الحديد معتز. أنا لم أسأل ابن عبد الحديد، لا تنقل الكلام إلى ابن أبي الحديد، أنا ذكرت الذهبي ومكحول. كذلك الذهبي، يعني الذهبي جانب الصواب. ولو فرضا، لو فرضا أن الإمام الزهري كان عند عبد الملك المروان وكان مع الخلفاء، هل نقول أنه من أئمة؟ قد يكون هذا الخليفة قد قرب العلماء ويأخذ بمشورتهم، وليس من باب أولى أنه يكون من أئمة السلطان. وأيضا الإمام الزهري حافظ ومحدث، و يعني كما قال عنه العلماء من أروع الأسانيد، أسانيد الزهري. ثم يأتي من يأتي ويطعن في هذا الإمام. طيب الذي قبلته فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ عذرا، فضيلة الشيخ عبد العزيز، في حلقة يوم أمس عندما ذكر الدكتور أحمد بقضية انتحار النبي صلى الله عليه وآله، أنتم ذكرتم هذا من 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 بلاغات الزهري وهذا كذب. اليوم تمدح الزهري. الزهري بارك الله فيك، أسانيده من أروع الأسانيد وأصح الأسانيد، وهكذا قال المحدثون. وأيضا الزهري قد يصيب وقد يخطي، لكن لا نأتي إلى خطأ حصل منه أو في هفوة ثم نعمم ونقول أن الزهري أصبح من أئمة السلاطين والزهري أصبح لا. سبحان الله، العصمة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والزهري من المحدثين، قد يحصل عنده بعض الأخطاء وقد يحصل عنده بعض التصحيح كما حصل بعض المحدثين، فكل محدث قد يخطئ وقد يصيب. أما إننا ننسف تاريخ الإمام الزهري الذي يقول عنه العلماء ما من أسانيد أصح من أسانيد محمد بن شهاب الزهري، ثم نقول أنه من أئمة السلاطين، سبحان الله. والله سوف يسألون يوم القيامة عن هذه الكلمة إذا وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لرجل قدم للإسلام والمسلمين ودافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ الله بهذه السنة. وأيضا يقول لك الزهري من الأعداء لآل البيت، نقول سبحان الله. وهل هناك أجود الأسانيد وأجودها هي رواية الزهري عن بعض أهل البيت؟ فهل يتأملون هذا الأمر؟ وكيف يصفون رجلا بالعداء والنصب لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يروي عنهم؟ وأيضا هذا الإسناد الذي يرويه عن آل البيت قال عنه أهل العلم أجود الأسانيد وأجودها هي رواية الإمام الزهري عن بعض أهل البيت. فلا بد أن نتأمل عندما نريد أن نحكم على رجل، فلا ننسف ماضيه ولا ننسف تاريخه ولا ننسف علمه. نقول مثلا أنه عند عبد الملك بن مروان، وماذا في ذلك؟ أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يقول أن أهل الحكماء والأمراء والملوك إذا قربوا أهل العلم فإنما النجاة تكون لهم، أما إذا أبعدوا أهل العلم فكانت الطامة الكبرى. فبنو أمية هذه في حسناتهم، وهذه أيضا تكون صفة من صفاتهم الطيبة، أنهم يقربون العلماء ويأخذون بآرائهم ويأخذون بمقترحاتهم. والزهري من أولئك الذين قربهم عبد الملك. في المقابل أيضا في المقابل هناك روايات فضيلة الشيخ تذم الرجال العلم والعلماء أن يترددوا على أبواب السلاطين. فضيلة الشيخ عبد نعم فضيلة الشيخ الزعبي عذرا، ذكرتم بأن النص الرواية لم يكن دائما ينقل بلفظي، أليس هذا من باب الرواية بالمعنى؟ لا، هذا لا علاقة له للرواية بالمعنى. فقط أريد أن أقول بأنه العلماء الذين قالوا بأن الزهري ما روى في فضل علي، سمحت الشيخ، لا يقال، لا يرد عليهم بأنه روى في فضائل أهل البيت، يرد عليهم بأنه روى في فضائل علي، لأنهم هم قالوا ما روى في فضل علي شيئا. وهؤلاء لم يكونوا لا مغردين ولا شيء. الإمام ابن حبان الحافظ في كتاب المجروحين يقول لست أحفظ لمالك ولا للزهري فيما رويا من الحديث شيئا من مناقب علي عليه السلام أصلا. يعني لماذا يقول ذلك؟ بالنسبة لسؤالكم،
الرواية نعم لم تكن دقيقة وكان فيها الكثير من إخفاء الأسماء، وبين قوسين يعني بالنسبة للرواية بالمعنى، للأسف نعم أجازوا الرواية بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى، ولكن كان عليهم أن يشترطوا أنه حين تنقل الرواية بالمعنى يجب أن يكون الراوي فقيها، لأنه إذا كان بده يروي بالمعنى وهو ليس فقيه قد يغير حرف جر أو حرف نصب أو كذا فيضيع المعنى، وكيف يستطيع الفقيه أن يستنبط من حديث نقل له بالمعنى وهو يعتمد على ألفاظه وعلى دلالات الألفاظ وعلى اللام إن كانت عاقبة أو إن كانت تعليلية أو إن كانت إلى آخره. هذا من ناحية، ولكن من ناحية ثانية القضية ليست فقط رواية بالمعنى، يعني إذا تجاوزنا هذه مسألة تتعلق بفكرة رواية الحديث بالمعنى، ولكن أنا ما أنتقده، وبعدين سمحت الشيخ نحن حين نقول الزهري قال عنه العلماء، ما نحن نحاول أن نراجع ما قاله العلماء لا أن نسلم لهم، نريد أن نراجع، نريد أن نكشف ما يعني ماذا فعل التاريخ، ماذا فعلت السياسة، كيف أثرت حتى نحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها مقدمة عندنا على العلماء. ولذلك إذا رفضنا أقوال العلماء في رواة صنعتهم السلطة فهذا إضافة إلى أن هناك علماء منصفين قالوا هذا من رجال الدولة وهذا من أصحاب الملوك وهذا وهذا إلى آخره. نعم أعود إلى ما ذكرتم من سؤالكم، أنقل ما قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر طبعا ولكن أكثر ذلك ربما أو ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف، طبعا يقول الأكثر يعني مش كله، وبعضه كذب، وهذا فيما بين أيدينا وبين علماء، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه، إلى أن يقول وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء، وقد يطالع وقد يرخص عفوا وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، يعني تصور حتى عن العلماء يجب إخفاء ذلك. هذا ما قاله الذهبي. أيضا ما قاله الألباني في السلسلة الصحيحة وقد ذكرناه من قبل، إني لأعجب من تواطؤ بعض الحفاظ المترجمين للحكم على عدم صوت بعض هذه الأحاديث وبيان صحتها في ترجمته، أهي رهبة الصحبة وكونه عم عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول وهم المعروفون بأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، أم هي ظروف حكومية أو شعبية كانت تحول بينهم وبين ما كانوا يريدون التصريح به من الحق، إلى آخر ما قال، وهذا الألباني يعترف بذلك. نجد مثلا في مسند أحمد، أولا في سنن أبي داود وصححه الألباني بإسناد صحيح، صدق ابن المثنى النخعي حدثني جدي رياح بن الحارث قال كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة. نأتي إلى مسند أحمد وبإسناد ثابت، يعني نفس الإسناد تقريبا، ولكن يصرح باسم المغيرة أن المغيرة بن شعبة كان في المسجد الأكبر وعنده الكوفة عن يمينه وعن يساره، فجاء رجل يدعى سعيد بن زيد فحياه المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب وسب، فقال من يسب هذا يا مغيرة؟ قال يسب علي بن أبي طالب، قال يا مغيرة بن شعبة ثلاثة ألا أسمع أصحاب رسول هناك؟ قال كنت قاعدا عند فلان، ما قال عند المغيرة هون، قال كنت قاعد عند المغيرة. إذا أتينا إلى معاوية وسبق أن ذكرنا الروايات كيف يخفى اسمه، نجد مثلا رواية الربا، تعامل معاوية بالربا، نجد في سنن النسائي وفي صحيح سنن النسائي عند الألباني، يعني صححه وصححه الشيخ أحمد شاكر تقريبا متفق على صحته، وهو في موطأ مالك أيضا، نجد بأنه حين تعامل معاوية بالربا حين باع سقاية من ذهب أو من ورق بأكثر من وزنها قال له أبو الدرداء
سميع رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال له أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. هذا الحديث نفسه نجده في مسند أحمد أن معاوية اشترى سقاية من فضة بأقل من ثمنها أو أكثر، فقال له أبو الدرداء: نهى رسول الله. فقط يعني ما كمل الحديث بأنه قال له لا أرى بها بأسا، وقال من يعذرني من معاوية، أقول له قال رسول الله ويقول ما أرى بها بأسا. إذا انتقلنا إلى الإبانة الكبرى لابن بطة، طبعا نحن هنا نقول هذه القضية قضية خطيرة. نعم. يعني أن تختصر الرواية، لا تختصر الرواية إلا عند الحفاظ على معاوية، ولا يقال فلان إلا عند الحفاظ على معاوية أو أولياء معاوية وبني أمية غالبا، حتى أكون دقيق. ننتقل إلى الإبانة الكبرى لابن بطة، أن رجلا باع كسرة، هون ما بقى في معاوية، هناك معاوية قام قال له أبو الدرداء الرسول نهى عن ذلك. في سنن النسائي بإسناد صحيح كمل الحديث، قال له ما أرى بها بأسا بعد ما قال له نهى النبي عن ذلك. هون عند الإبانة، عند ابن بطة في الإبانة الكبرى طبعا بإسناده، أن رجلا باع كسرة من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، طبعا الرواية نفسها، فقال الرجل ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء من يعذرني من فلان. يعني لاحظ قديش الأمور يعني واضحة جدا. يعني فقال الرجل، يعني فضيلة الشيخ ليس الوضع فقط فوضع الأحاديث في تثبيت سلطة بني أمية، ولكنه كان له امتدادات أخرى وصل حتى إلى العبادات وإلى التكليف في بعض الأحيان أو التكاليف. سماحة الشيخ المنصوري، يعني نعم عذرا سماحة الشيخ المنصوري، لم يبقى لدي وقت فضيلة الشيخ. يعني أعود للسؤال الأول الذي طرحته في القسم الأول، نريد أن تحدثونا عن نماذج من النواصب الذين صححوا حديثهم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لكن قبل إن شاء الله أجيب على السؤال بس تعليقات سريعة على جناب الشيخ عبد العزيز. طيب. جناب الشيخ عبد العزيز افتح لي كتاب إنساب الأشراف في صفحة 431، قال وقوم يقولون إن النبي ولا أبا سفيان صدقات خولان وبيد. هذا قول، والرواية أنت تعرفها أنه حينما شكت زوجة أبو سفيان للنبي وقالت إنه رجل شحيح أو إنه صعلوك لا مال له. لماذا؟ لأنه المفاوضات التي جرت بين مشركي مكة والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، المشركون قالوا سهيل ابن عمرو السهمي بدل أبو سفيان، وبقيت زعامة أبو سفيان زعامة شكلية لا قيمة لها أساسا. فالرجل صعلوك لا مال له، وأنت كل همك إما الدفاع عن ملوك عليك أو جبابرة أو الذين ينتسبون نسب القرد. هذا بالنسبة للتعليق الأول. التعليق الثاني، يا جناب الشيخ العزيز، أنا لا أريد أن أدخل في مسألة الزهري. الزهري تقرب إلى السلطان وزير داخلية، يا عزيزي هو وزير داخلية، قال الذهبي ميزان الاعتدال في ترجمة خالد بن مصعب، قدمت على الزهري وهو صاحب شرطة بني أمية فرأيته ركب وفي يديه حربة وبين يديه الناس وفي يديهم الكافر الكربات، فقلت قبح الله ذا من عالم فلم أسمع منه، وكلمات كثيرة حول الزهري. نعم الزهري، لعل الزهري من سنة 80 إلى سنة 124 عمل للسلطة، لكن بعد سنة 124 لعله حاول التوبة. ولعل الشاهد على ذلك أنه في الحديث الذي بتره الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد يغطي على المثالب، الحديث المعروف أن علي بن أبي طالب هو المنافق الذي يرويه عائشة وابن الزبير، سئل الزهري عن هذا الحديث فقال ما شأنكم وهذا الحديث، إني لأتهمهما في علي بن أبي طالب.
فلعل الزهري في فترة من الفترات آب وتاب ورجع إلا من الثابت نصا تاريخيا ورواية أنه عمل للسلطة ومال السلطة من سنة أقل من سنة 80 إلى سنة 120 أو 124. فالجدال في الزهري يا جناب الشيخ عبد العزيز، كثير من العلماء طعنوا في الزهري وأخته طعنت فيه ومكحول طعن فيه وكذلك سلمة ابن دينار طعن فيه، الكثير من طعنوا في الزهري، فلا تدافع عن أشخاص هم مطعون فيه. الآن نرجع، المنهج الذي أسسه الأمويون مبني على قاعدة ذكرها الإمام أبو داود، والإمام أبو داود فيه نص، لا أريد أن أدخل في هذا لأن الوقت أدخل في صلب الموضوع، الوقت حول النص بالإمام أبو داود فقط إشارات. كل المحدثين أخرجوا حديث الفئة الباغية ما عدا أبو داود، لم يخرج الفئة الباغية في سنن. وأسس لنا الإمام أبو داود قاعدة حينما جاء، قرأنا قبل كم ليلة عبارة الإمام ابن حجر العسقلاني، وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالبا وتوهينهم الشيعي مطلقا، أن علي بن أبي طالب ورد في حديث لا يحبه إلا من ولا يبغضه إلا من. ماذا صنع الإمام أبو داود؟ صنع، جاء لنا بهذه القاعدة لأنه وجد الرواة بين نواصب وخوارج، فماذا صنع؟ قال ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج، وجرى المحدثون والمترجمون على هذه القاعدة. شواهد ماذا؟ حريز ابن عثمان الرحل قال عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب 1/375، وقال المفضل ابن غسان يقال في حريز أنه كان سفيانيا، هذا مو فقط سفياني يعني من أتباع الفترة الأولى أو الملوك الأوائل من بني أمية، ليس مرواني، هذا سفياني يعني هذا أموي ضح. وقال أحمد بن سعيد الدارمي عن أحمد بن سليمان المروزي سمعت إسماعيل بن عياش قال عاودت حريز بن عثمان من مصر إلى مكة فجعل يسب عليا ويلعنه. قال وقال عبد الوهاب الضحاك قال حدثنا ابن عياش سمعت عثمان بن حريز يقول هذا الذي يرويه الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي أن تبني بمنزلة هارون من موسى، حق ولكن أطأ السامع. شنو الرواية الصحيحة؟ قلت فما هو إذن؟ فقال إنما هو أنت مني بمنزلة قارون من موسى، طيب مني بمنزلة قارون من موسى. وقال ابن عدي قال يحيى بن صالح الوحاضي أملى علي حريث بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن النبي حديثا في تنقيص علي لا يصلح ذكره. المهم وذكر في ترجمته أمور كثيرة وأنه كان يلعن علي بن أبي طالب 70 مرة على كل صلاة. الكلام وين؟ قال معاذ بن معاذ حدثنا حريز ابن عثمان ولا أعلم أني رأيت في الشام أحدا أفضل منه، لا يوجد أحد في الشام أفضل منه. وسألت أحمد ابن حنبل عنه فقال ثقة ثقة، وقال ابن المديني ولم يزل من أدركناه يوثقونه. وقد أخرج له في الصحاح والنسائي. قال الذهبي في الكاشف كان متقنا ثبتا لكنه مبتدع لأنه شتام لعام. وأيضا وقال في الكاشف ثقة وهو ناصبي، وقال في المغني ثبت لكنه ناصبي، وقال في الديوان ثقة لكنه ناصبي مبغض، وهو في أعلى درجات الوثاقة. اللطيف في تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزني، المحقق عواد بشار لم يتحمل هذا الكلام، هذا عالم سني. ماذا قال في الهامش؟ قال لا نقبل هذا الكلام من شيخ النقاد أبي عبد الله الذهبي، إذ كيف يكون الناصبي ثقة وكيف يكون المبغض ثقة؟ فهل النصب ومغبن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بدعة صغرى أم كبرى؟ والذهبي نفسه في الميزان 1/6 في وصف البدعة الكبرى الرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة.
أوليس الحط على علي والنصب من هذا القبيل؟ لماذا لا تساوونه؟ يعني من يطعن في أبي بكر وعمر وضي مغالي متروك، أما من يطعن في علي بن أبي طالب فتقولون ثقة ثبت فاضل. وأيضا عبد الله بن شقيق العقيلي قال أحمد بن حنبل ثقة وكان يحمل على علي، وقال ابن خراش كان ثقة وكان عثمانيا يبغض علي. طبعا هاي العبارة ضرورية، ليش؟ يعني الإمام ابن تيمية ماذا قال؟ قال بأن شيعة معاوية هم نفسهم شيعة عثمان. لذلك شنو حينما تجد لشخص شتان إذا قيل عنه سفياني أو عثماني نفس الشيء، لأنه كان عثماني الهوى ثم أصبح سفياني الهوى، يعني تحول من شيعة عثمان إلى شيعة معاوية. وقال العجلي ثقة، وقال الذهبي ثقة ناصبي. أيضا المحقق بشار عواد قال كيف يكون الناصبي ثقة؟ سألهم هذا السؤال في العارج، كيف يكون الناصبي ثقة وقد ثبت أن الرجل أنه كان يبغض سيدنا علي ويحمل عليه؟ فتأمل، نسأل الله السلامة من الأهواء. أيضا لماذا شخص ناصبي؟ قال ابن حجر في التهذيب، هؤلاء الذين أذكرهم أخرجوا لهم في الصحاح والمسانيد، أخرجه الطبري عن طريق عبد الله بن المبارك عن جرير ابن حازم حدثني الزبير بن طريف عن أبي لبيد قال قلت لم تسب علي؟ ليش شكل علي بن أبي طالب؟ قال أفلا أسب رجلا قتل منا 540 والشمس ها هنا، 500 و2000 والشمس ها هنا، كيف لا أسبه وقد قتل منا 2500؟ قال ابن حزم، ابن حزم منصف، قال 8 على 458 غير معروف العدد. ثم ساق ابن حجر تعليقا، ماذا قال ابن حجر في حق من سب الصحابة؟ فأكثر من يوصف، شوف الطامة الكبرى هنا، فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة. نعم. مع أن النبي يقول بغض علي نفاق، هؤلاء ماذا قالوا؟ ذهبوا إلى القاعدة التي أسسها النواصب، قاعدة أبو داود الناسبي الذي قال ليس في أهل الأهواء أصدق أو أصح حديثا من القواعد والنواصب. قال أكثر من يوصف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة، يعني ناصبي ينال من علي بن أبي طالب وينال من أهل البيت يقدم متمسك بأمور الديانة. لا، أي ديانة؟ والله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يعني سماحة الشيخ، سماحة الشيخ سماحة الشيخ، هذا المنطقة الذي تتحدثون به وكانت هذه سياسة بني أمية، كل من يبغض علي عليه السلام فهو خارج هذه الدائرة، ولكن كل من يوالي بني أمية والدولة الأموية كان يقدم ويعتبر من الأفاضل. نفس السياسة اليوم تتبعها أمريكا وإسرائيل، إن كنت معنا فأهلا بك، وإن كنت خارج تغرد خارج الدائرة التي تريدها أمريكا وإسرائيل فأنت من الإرهاب. أذهب للفاصل الأخير وأعود لكم مشاهدينا الكرام. تحية لكم مشاهدينا الكرام، أحييكم في القسم الأخير وأحيي ضيوفي الكرام، وأبدأ لضيق الوقت أبدأ مع فضيلة الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ، اعترف ابن حجر في تهذيب التهذيب كما ذكر ضيوفي الكرام، المحدثين غالبا ما يوثقون الناصبي ويضعفون الشيعة، مع أن الناصبي ينصب العداء لعلي عليه السلام وحديث النبي صلى الله عليه وآله يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ألا ترى يجب أن تكون هنالك حالة من إعادة النظر في بعض توثيقاتهم وتضعيفاتهم؟ الحمد لله رب العالمين،
بس أنا سأعلق على قضية الزهري وإتيانه للصلاة في عجالة لو سمحت فضيلة الشيخ حتى نجيب على هذا السؤال. دقيقة واحدة تفضل. أولا هناك من العلماء من كان يأتي إلى السلاطين، أبو حنيفة مثلا، أبو يوسف كان ملازم لهارون الرشيد، يوسف عليه السلام كان مخالطا لعزيز مصر، فهل نقول أن هؤلاء مداهنون وأنهم يعني يبيعون دمامهم وضمائرهم؟ حاشا وكلا. ولكن المغرضون والذين يريدون العداء بالزهري يأتون ويلفقون بعض هذه الأشياء. بل إن الزهري من حبه لآل البيت وعدم نصبه عندما سألوا هشام من الذي تولى كبره، قال عبد الله بن ابي سلول، قال كذب، قال والله لو نادى منادي من السماء وقال اكذب ما كذبت، لقد نبأنا فلان ابن فلان ابن فلان واتاه بالسند انه عبد الله بن ابي سلول. فاين العداوه لآل البيت؟ اما سؤالك ما سالت عنه فاقول الامام مسلم اورد هذه الروايه، يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. فيا سبحان الله، اين العداوه واين النصب؟ لو كان هؤلاء المحدثين اعداء أو نصاب لما أوردوا من هذه الرواية، لا دفنوها، لا أزالوها، ولم يريدوها في الصحيح. كذلك كتب المسانيد وكتب الأحاديث كلها مليئة بفضائل أهل البيت ومناقبهم. يا أخي والله العظيم لو فتشت كتب أهل السنة قاطبة لوجدت أن مناقب أهل البيت وفضائلهم أكثر من ذكر الصحابة، أكثر من ذكر الصحابة. فتجد في كل باب أو في كل حديث أو في كل كتاب فصل أو باب يذكر فيه المناقب والفضائل. نعم فضيلة الشيخ، نحن كان سؤالنا الذي طرحناه فضيلة الشيخ أنه يضعف الشيعي ويؤخذ بقول الناصبي، ليس في باب مدح أهل البيت سلام الله عليهم. نحن تكلمنا في البخاري، البخاري يروي عن الشيعة، لكن أي شيعة؟ الشيعة المعتدلون للشيعة الغلاة. كذلك وأئمة الشيعة يروون عن النواصب، ففي كتب المحدثين الشيعة فيها رواية عن النواصب، وأيضا يعددونهم ويوثقونهم في كتبهم. فنحن لما نأتي للرجل في روايته وحديثه وثقته ننظر ماذا روى وماذا قدم. نحن لما نفتش كتب السنة وكتب أهل الحديث أين العداوة؟ أين طيب 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 فضيلة الشيخ، ألم يوثق الذين يعتبرون ينصبون العداء لأهل البيت، ألم يكونوا من الثقات لديهم في نقل الحديث؟ أستاذ حسين الله يحفظك يبارك فيك، أنت الآن لما تنظر، أنت فتش كتب، فتش البخاري، فتش مسلم، فتش الترمذي. يا أخي الترمذي ذكر في خصائص، كذلك النسائي خصائص آل البيت، البخاري، مسلم. هؤلاء الذين يتهمون بأنهم يعادون آل البيت وبأنهم نواصب، هل الناصبي يروي فضائل آل البيت يكون ناصبي؟ هل الناصبي يروي فضائل الإمام علي، الإمام مسلم؟ الإمام مسلم يأتي في صحيحه ويورد هذا الحديث ثم نقول أنه ناصبي؟ يا سبحان الله، الناصبي هو الذي يخفي المناقب ويخفي الفضائل ويظهر المسالب والمعايب. طيب ولكن أيضا فضيلة الشيخ، الكثير من محدثين الشيعة رفضت أحاديثهم ورواياتهم لأنهم كانوا يوالون عليا عليه السلام. يا أستاذ حسين لم ترفض روايات الشيعة المعتدلين، إنما البخاري يروي عن الشيعة المعتدلين الذين ليس فيهم غلو وليس فيهم تجاوز. لو فتشت صحيح البخاري تجد فيه رواية عن الشيعة، لو فتشت كتب إخواننا أهل الشيعة لوجدتهم يروون عن النواصب الذين يدعون أنهم نواصب ثم يوثقونهم، وهناك روايات موجودة في الكتب. الرواية الصحيحة التي ثبتت بسند معتبر لا بد أن نشوفها. فنحن لما نأتي في صحيح مسلم ويذكر فضائل آل البيت، أو نأتي إلى صحيح البخاري وفيه فصل في آل البيت، نقول هؤلاء نواصب. الناصبي لا يذكر فضائل من يناصبه العداء، والناصبي لا يكون مناقب من يناصب العداء. جيد، أنتقل بهذا التساؤل فضيلة الشيخ للشيخ الزعبي. يقول لك الشيخ عبد العزيز، لا يمكن لشخص أن يكون ناصبي أو يقال عنه ناصبي هو يتحدث عن فضائل أهل البيت. نحن نتحدث عن قضية أنهم رووا عن النواصب، هذه هي المشكلة. لا أقول لك البخاري ناصبي وأخفوا مساوئ بني أمية وإن نص عليها الحديث بالسند الصحيح، يعني في صحيح مسلم بنفس الإسناد اللي في البخاري.
قاتل الله فلانا في البخاري في صحيح مسلم قاتل الله سمرة. فإذا هذه هي المشكلة، نحن لا نقول نواصب، نقول ميالين إلى بني أمية ورووا عن النواصب الذين يسبون عليا صباحا ومساء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من سب عليا فقد سبني. وإذا أتينا إلى تعريف ابن حجر في مقدمة فتح الباري للتشيع نجد بالفعل شيء عجيب، يقول: التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه. يعني هذا ما سب أبو بكر وعمر، فقد قدم علي عليهم فهذا غال في تشيعه. طب واللي سب علي منه غال في نصبه؟ يعني عندما يروي البخاري عن عمران ابن حطام، أليس هذا يعني نوع من التساهل الذي لا يجوز أبدا؟ عمران ابن حطام يعني يقول في عبد الرحمن ابن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، لله در المرادي الذي سفكت كفاه مهجة شر الخلق إنسانا. يقول قتل شر الخلق، يقول عن علي شر الخلق، الله أمسى عشية عشاه بضربته مما جناه من الآثام عريانا، يعني غفرت ذنوبه بقتل علي عليه السلام. ثم يروي عنه البخاري هذا اللوم، هذا عتبنا على الأئمة. ولذلك نحن لا ندعي لهم العصمة، نقول يجب إعادة النظر بما فعلوه، أنجزوا إنجازات كبيرة، ولا وكان من الصعب على غيرهم أن ينجز ما أنجزوا، ولكن في هذه الإنجازات أحيانا ميل إلى الهوى، وفي هذه الإنجازات أحيانا ثغرات يجب أن نسدها لنتقدم بعلم الحديث وليصير أدق وأوثق وأقرب وأقوى في حفظ السنة النبوية. هذا ما نقوله، لا نقول ارمي كل البخاري، لكن حين يروي البخاري عن عمران بن حطام لا نبرر له، نقول له ما كان، وهناك علماء انتقدوه في الرواية عن عمران بن حطام، فلماذا يعني لماذا يجب أن يكون كل هذا التعصب؟ هذا لا يسقط لها فلان ولا فلان، إنما ننظر بعين موضوعية، بعين النقد. الرواية عن عثمان عن حريث بن عثمان لا تصح، وهذا ما فعله بشار معروف عواد شيء جميل، وهو محقق كبير. إذن هو يفتح الباب ليقول: لا والله ليس بثقة، من سب عليا فقد سبني. كيف يكون من سب النبي صلى الله عليه وسلم ثقة؟ تقول أم سلمة: أيسب رسول الله على منابركم؟ قال: كيف ذلك؟ قالت: ذاك علي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سب عليا فقد سبني. ولذلك يعني يجب بالمراجعة. ابن حجر كاد أن يعني يضع إصبعه على الجرح، ولكن لهيبة القدماء للأسف نحن نعيش حالة من تهيب الأقدم فالأقدم. يعني هذا الحديث الذي رووه خير القرون قرني ثم الذين يلون ثم الذين، نجد في نفس القرن عائشة تقول: وبقيت في خلف كجلد الأجربي، ما زالوا الصحابة. نجد في البخاري يدخل أنس على الزهري يقول يدخل الزهري على أنس يقول: ما يبكيك؟ فوجدت يبكي في صحيح البخاري، فيقول: لم يبق من الإسلام الذي، هذا الصحابي يقول: لم يبق من الإسلام الذي أعرفه غير هذه الصلاة وقد ضيعوها. فإذا يجب أن نمتلك الجرأة لإعادة النظر، مش اللي مات قبل 300 سنة أفضل من اللي مات قبل 200 سنة، واللي مات قبل 400 سنة أفضل من اللي مات قبل 300 سنة. نحن أحياء يحكمنا الموتى، لا نجرؤ أن ننتقد ميتا، هذا لا يجوز، لا يجوز للحي أن يقوده ميت. يجب أن نعيد النظر، ما نهضت أمة في كل الشعوب حتى دعوة الأنبياء كانت إعادة نظر، لم يكن الأنبياء سلفيين، كانوا ضد السلفية. نعم. الأنبياء كانوا ضد سلفهم، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فلذلك يعني نحن لا نقول آباؤنا المسلمين لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ولكن نقول غير معصومين، فعلوا أشياء، السلطة أثرت فيما فعلوا، لا يضر الإسلام شيء ولا يضر مذهبنا شيء. إذا أخرجنا من الإسلام ومن مذهبنا، نحن أهل السنة والجماعة أقصد الآن، هذا الدفاع عن النواصب وعن أعداء أهل البيت وعن المجرمين وعن الظالمين، وقد انتقدهم شيوخ العلماء. نعم. قبل البخاري وأعلى من البخاري عبد الرزاق الصنعاني، شيخ أحمد بن حنبل
كان يقول لا تقذروا مجالسنا بذكر ابن أبي سفيان، علي بن الجعد شيخ البخاري، لا أكره أن يعذب الله معاوية في النار. فإذا القضية ليست قضية أنه القضية أن المتوكل فضيلة الشيخ الزعبي، كثير من الأحاديث الموضوعة التي ما زال للأسف الشديد اليوم يتداولها البعض، مثلا حديث خير القرون الذي أشرتم إليه، وحديث متهافت في دلالته ولا يصمد أمام الأحداث التاريخية التي مرت بها الأمة الإسلامية، وأيضا لا يصمد أمام الروايات التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وآله في ذم كثير من الأمور التي سوف تحدث من بعده، بل هذا يدل على أنه أسوأ القرون التي مرت على الأمة الإسلامية. نعم فضيلة الشيخ الزعبي، كنت تسمعني؟ انقطع الصوت فقط. نعم. باختصار لو سمحت، كنا نتحدث على أن هذا من الأحاديث الموضوعة، وأنه لا يصمد أمام النقد الدلالي ولا يصمد أمام الأحداث التاريخية التي مرت على الأمة الإسلامية، وأيضا لا يصمد أمام الروايات التي وردت على لسان النبي صلى الله عليه وآله بذم الأحداث التي سوف تكون من بعده، بل يدل على أنه كان أسوأ القرون التي مرت بها الأمة الإسلامية هذا القرن الأول. نعم، هذا معارض بأحاديث وردت في البخاري ومسلم. نعم. إنك لا تدري ما أحدث بعدك. صحيح. أحاديث وحديث الحوض نعم كما أشرتم. نعم. سندها واقع التاريخي، ما سفك من دماء ومن اقتتال وما أجري من رعب من سلطات دكتاتورية مجرمة، من كذب من كذا، هذا كله بحاجة إلى إعادة نظر. ويأتيك اليوم يقول لك خير القرون، كان خير القرون قرن الصحابة ومن التابعين وتابعين التابعين. أعتذر فضيلة الشيخ، أخذنا من وقت سماحة الشيخ المنصوري. سماحة الشيخ، هل صحيح أن النواصب صادقون ولماذا اعتمدهم المحدثين؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا جناب الشيخ الزعبي أو أحد من المشايخ يأخذون من الوقت، ما عنده إشكالية براحتهم. نقل ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان بأن أحد الخوارج تاب فرجع فقال انظروا إلى هذه عمن تأخذون دينكم، فإن هذا الحديث دين، فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. وعلق ابن حجر قال وهذه طامة الطوام، إذ إن فتنة الخوارج أو هذه الفرقة الضالة وقعت في بداية الإسلام، في بداية العهد، وكان منهم محدثون وانتشروا في الآفاق، فنشروا كثيرا من الأحاديث واعتمدتهم الناس تغريرا اتكالا على كذبهم، ولذلك وقع المحدثون في هذه الطامة. لذلك نجد أبو داود يبرر أن أصدق أهل الأهواء هم الخوارج، مع أن الخوارج أنفسهم يقولون نحن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا أو صيرناه دينا، وكما يعبر ابن حجر هذا من حسب أهوائه، حديث ابن أبي نعم حسب أهوائه. لكن عندي تعليق سريع. تفضل جناب الشيخ عبد العزيز. في أول البحث قال من يتهمني بأنني أقرأ من المواقع فأوكل أمره إلى الله، هذه صحيح. التهمة صحيح، وهذه التهمة أثبتها الشيخ عبد العزيز في كلامه الآن حينما قال بأن الشيعة ينقلون عن النواصب. قد أخذ هذا الكلام من المواقع من دون تثبت. نعم. خلنا أشرح لك المسألة جناب الشيخ عبد العزيز. نحن لا نروي عن النواصب. المشكلة وين؟ من نقل هذا الأمر في المواقع اختلط عليه الأمر. افتح لي علل الشرائع للشيخ الصدوق الجزء الأول صفحة 134. الشيخ الصدوق روى عن أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد النيسابوري المرواني، هذا ناصبي وهو الشيخ الشيخ الصدوق. إذن ثبت كلام الشيخ عبد العزيز؟ لا، لم يثبت. لماذا؟ لأن الشيخ الصدوق ماذا قال؟ قال حدثنا أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد النيسابوري المرواني بنيسابور وما لقيت عنصب منه. إذن جناب الشيخ الصدوق ليش تحدث عنها؟ ها،
يحدث عنه هذا الحديث، سمعت رسول الله يعني بسنده، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: خلقت أنا وعلي بن أبي طالب من نور واحد، نسبح الله يمنة العرش. هذه الروايات التي ينقلها الشيخ الصدوق لإلزام النواصب، وهو يصفهم بأنهم نواصب. لاحظ، فحينما يعني لا يأخذ عنهم الدين، وإنما أورد هذه الروايات وهو يشهد عليهم بأنهم نواصب، وأنهم رووا في حق علي بأنه مخلوق من نور النبي، وهو هو والنبي من نور واحد. فإذن هذه حجة على النواصب، لماذا أنتم تلعنون عليا وتتبرؤون من علي بل وتكفرون علي بن أبي طالب عليه السلام؟ إذن هذه المسألة يا جناب الشيخ عبد العزيز، لا نأخذ ديننا عن النواصب أو عن الخوارج كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني، وكما حاول أن يبرر لذلك الإمام الذهبي أو نفس الإمام ابن حجر بأن الخوارج هم أصدق لهجة. أما ذكر جناب الشيخ عبد العزيز أن البخاري ومسلم وأصحاب السنن لم يأخذوا عن الروافض. أول مشكلة أو أول مسألة يا جناب الشيخ عبد العزيز، لماذا روى أصحاب الصحاح والسنن عن الشيعة؟ أعطيك السبب لماذا. قال الإمام الذهبي: التشيع كثير في التابعين وتابعيهم، فلو رد حديث هؤلاء جملة لذهبت الآثار النبوية. إذن أن التابعين وتابعيهم منتشر فيهم التشيع، فإذا لا مندوحة لمحدث أن يترك حديث الشيعة. إذا كانوا هذول الشيعة، إذن سيرون في الفضائل، لأن المحدث الذي يذهب إليهم لا يفرض عليهم الرواية، بل لا بد أن يسمع منهم فضائل أهل البيت عليهم السلام. فلذلك ظهرت فضائل أهل البيت في الصحاح والسنة، مع أن البخاري روى في الفضائل وروى ما يطعن في الفضائل. روى عن عمرو بن العاص أنه قال بأن آل علي ليس لي بأولياء، وروى عن المسور ابن مخرمة الذي قال إني بالغ وعمري 6 سنين، روى عنه أن علي بن أبي طالب أغضب النبي حينما خطب ابنة أبي جهل على فاطمة. فالبخاري عادل الكفتين، يعني روى حديث المنزلة لكن أيضا روى ما يطعن بعلي بن أبي طالب. أعطيك بعد الأخرى. نعم، يبدو أن هناك خللا فني مع في الاتصال مع الشيخ المنصوري. سماحة الشيخ تسمعني؟ نعم، يبدو أن هناك. نعم تفضل سماحة الشيخ. أرجع إلى خالد ابن مخلد، وهو من مشايخ البخاري. خالد ابن مخلد قال الحافظ في تهذيب التهذيب 3/102، وقال ابن سعد: كان متشيعا منكر الحديث في التشيع مفرطا، وكتبوا عنه للضرورة. شوف جناب الشيخ عبد العزيز، لولا الشيعة لما بقيت للآثار النبوية. لماذا؟ لأن الجيل الأول من الصحابة ومن التابعين كان هواهم في أهل البيت عليهم السلام. لذلك ماذا يقول؟ يقول: كتبوا عنه للضرورة، لأنه لا يوجد. هذا الإمام شعبة ماذا يقول؟ قالوا إمام الحديث شعبة بن الحجاج. نعم، قال له ونختم سماحة الشيخ في عجالة لو سمحت، في أقل من دقيقة لو سمحت. خل أعطيك الآخر. الأعمش نقل أحمد بن حنبل في العلل عن ابن مزيع: وكان والله خربيا سبعيا، والله لولا أن شعبة حدث عنه ما رويت عنه حديثا. وقال الجزجاني: كان من أهل الكوفة، قوم لا يحمد الناس مذاهبهم، هم رؤوس محدثي الكوفة مثل أبي إسحاق ومنصور وزبيد اليامي والأعمش وغيرهم من أقرانهم، احتملهم الناس لصدق ألسنتهم في الحديث. هؤلاء الشيعة هم حملة العلوم وهم صادقون،
لذلك لا يمكن للمحدث أن يتغافل عنهم، لأن هؤلاء هم الذين حملت العلوم وهم الناس الأصدق لهجة. سماحة ظهرت هذه الفضائل. سماحة الشيخ، سماحة الشيخ المنصوري، سماحة الشيخ اللؤي المنصوري، كنت معي من العراق الباحث الإسلامي، وأيضا كان معي من لبنان فضيلة الشيخ محمد الزعبي باحث في قضايا الفكر والوحدة الإسلامية، وأيضا كان معي من السعودية فضيلة الشيخ عبد العزيز الشريف الداعية الإسلامي. شكرا لكم جزيلا ضيوفي الكرام، وإن شاء الله نكمل في حلقة يوم غد. الشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، نكمل وإياكم في حلقة يوم غد من برنامج الموقف، تابعونا وفي أمان الله وحفظه.